البرلمان البرازيلي يوافق على قانون يخفف من شروط احتفاظ المزارعين بنسبة محددة من الغابات داخل أراضيهم في خطوة تعد انتصارا للمزارعين وانتكاسة للمدافعين عن البيئة. تم تقديم القانون الجديد الخاص بالغابات والموافقة عليه أولا وقبل كل شيء من أجل المنتجين في المناطق الريفية الذين سيحصلون على مزيد من الاستقرار والدعم السياسي، كما أن البيئة والإنتاج سيستفيدان من ذلك أيضا. القانون يمثل تراجعا كبيرا في البرازيل، هي رابع دولة عالمية مسؤولة عن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لكن على خلاف الدول الأخرى السبب يعود في البرازيل إلى توليد الطاقة وليس التصنيع. الآن وبتعديل التشريع نحن نأتي لنغير كل ما حققناه في السابق من نتائج تتعلق بخفض نسبة إزالة الغابات. ورغم أن القانون الجديد الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقراره من الرئيس ديلما روسيف سيسمح بزراعة ملايين الهكتارات من أراضي الغابات التي أزيلت، بيد أنه وحسب المدافعين عن البيئة سيسهل المزارعين عملية إزالة غابات جديدة حتى وإن كانت في منطقة الأمازون أو بعض المناطق الحساسة من الناحية البيئية.